أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فَلَا يَخَافُ.
الخاسدون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل لأدري قريب ما توعدون ما توعدون أم يجعل له ربا